ويقدركم ان شاء الله، يقدرنا الجميع ان شاء الله. شكرا. صحيت على مركز عسكري لبعثة الاتحاد الافريقي جنوبي الصومال. تي لاريشا استعناد. هديك لاغاسون. حتى بالنسبه للوضع المهنه ان شاء الله، المهنه ان شاء الله تكون احنا نهنوا كل الصحافه الوطنيه بهذا اليوم بهذه الذكرى، والمنتظر المنتظر من الصحافه الوطنيه منتظر منها الكثير، خاصه في الوقت الحالي وين الجزائر كما قلت راهي تتصدى لهجومات سيبرانيه كثيره. اذا رانا نشوفوا بعض الدول اللي راهي تسخر اموال باهظه لسوى ضرب والهجوم على الجزائر.